رجعنا لكم مشاهدينا اكيد في هذه الفقره الخاصه باشهار فرقه نغم ليبيا، وحتحكي لنا اكثر. ونرحبوا بمنى. منى اهلا بك. اهلا وسهلا بك، شو اخباركم اليوم؟ تمام 100%. شو مجهزتين لليوم في العشيه؟ اليوم طبعا هو اشهار فرقه نغم. طبعا نحن عارفين ان الموسيقى مهمه يعني، وتعتبر فن طبعاً. يعبر عن موروثنا وعن ثقافتنا وعن لهجتنا. صح. ففرقة نغم طبعا تعتبر أو تقدم المألوف والموشحات وحتى طبعا الموسيقى والأغاني الشعبية. فخلونا نشوف التقرير ونرجع نحكي على الموضوع. فتحت الستارة للإعلان عن ولادة فنية جديدة في بنغازي. فرقة نغم تنضم لسابقيها من المجموعات والفرق الموسيقية. ترسم فرقة نغم بداية جديدة للأصوات الآلات الموسيقية في حفل إشهارها. انطلقت بأبرز وأهم المقطوعات الموسيقية من قبل أعضاء الفرقة وسط حضور من الفنانين والمهتمين بالشأن الفني في المدينة. انتصرنا في السماء نور قمرنا، انتصرنا في السماء نور قمرنا. انطلق إشهار الفرقة على مسرح الطفل ببنغازي مع مقطوعات الموسيقية وغناء الفنانين المنضمين للفرقة لتكون بداية فعلية للعمل الفني بها اللي ضمت عدة أسماء مهمة في مجال الموسيقى. نحن اليوم في حفل إشهار فرقتنا المنتعشة بالمواهب الموسيقية، يعني كيف ما نقول لك، يعني هم مجموعة مواهب، يعني مواهب تجمعنا باسم فرقة نغم ليبيا. يعني إن شاء الله الفرقة هذه حيكون لها، يعني يكون لها اسم وشان كبير في ليبيا، في ليبيا كلها، في ربع ليبيا، وإن شاء الله لباس، يعني ليش ما نقدر في الوطن العربي. لغة الموسيقى أصبح لها واقع إيجابي منتشر في ليبيا بين حاضرين ومشجعين ومهتمين لمثل هذه الأنشطة اللي تسعى لزرع الإبداع وتعطي قيمة للفنان والفن. فرقة نغم مولود جديد لنشر السلام وحب الحياة. حررنا ديار حبايب جلينا هم يعني اعتقد من خلال التقرير وصلنا الى الصوره الكامله لهذه الفرقه واشهارها. يعني نغم ليبيا هي بمثابه فرقه موسيقيه متكامله. صح. بقياده الفنان اكيد الموجوده تحيه وائل البدري. ممكن الاستعانه بها في المهرجانات، ممكن فنان معين يجي لليبيا ممكن يستعين بهذه الفرقه، خصوصا الفنانين الليبيين اللي مؤخرا ممكن في حفلاتهم بيضطروا يغنوا بلاي باك. صح. لأن ما فيش فرق موسيقية قادرة أن تعطيهم الشغل الاحترافي اللي شفناه في التقرير. هي طبعا محمد وإبراهيم في فرق في ليبيا أساسا، يعني في متأسست من قبل، وفي فرقة الزمن الجميل يعني زمان كانت تشارك برا حتى، بس طبعا في فرق تجي فترة تطلع وبعدين تختفي. فإن شاء الله يعني الفرقة هذه تستمر وأكيد تقدم لنا حاجات حلوة. معنا اتصال وائل البدري. يلا أستاذ وائل البدري، طبعا هو رئيس الفرقة فرقة نغم ليبيا، مرحبتين بك في العشية. مساء الخير. مساء النور. سيد وائل، البداية يعني حكينا أكثر عن فرقة نغم، من أبرز الشخصيات الموجودة فيها، أيضا أبرز الأعمال اللي حتقوموا فيها في الفترة الجاية. الفرقة طبعا هذه متخصصين الشباب ما شاء الله، عارفين أكاديميين، والفرقة فيها من طرابلس ومن سبها ومن بنغازي، يعني جميعا حبيب يعني ما شاء الله. وقريبا ان شاء الله حيكون لها صيت كويس باذن الله داخل ليبيا وخارج ليبيا. وطبعا الاعمال متنوعه اللي نقدموا فيهم، طبعا نقدموا في الغناء الاغاني الليبيه الابداعيه وكذلك الاغاني الشعبيه والمالوف موشحات قريبا، ونغنوا في الطرب الاغاني العربيه، يعني جميع الالوان، يعني مش مختصر على الغناء الليبي. طبعا الفرقه هذه حتكون يعني حيغنوا عليها المطربين الليبيين من جميع انحاء ليبيا، يعني مش مختصر على كان فنان بس يعني. وان شاء الله تشوفوها الفتره الجايه حتكون يعني لها باهي. وائل، يعني الفنان اللي حابب انه هو يغني مع فرقه نغم، هل يطلبها مثلا يتصل بحضرتك، ولا انه هو اوريدي يعني كل فنان ممكن يغني في حفله ان فرقه نغم تكون موجوده اصلا؟ هي فرقه نغم متواجده، يعني حتكون في المناسبات
المحافل يعني ما فيش مشكلة، يعني قصدينا وين ما يكون الاحتفال يعني يكون المطربين في منطقة في أي مدينة ما فيش مشكلة، يعني هيغنوا على الشرطة يعني حيتصلوا بحضرتك مثلا ويتواصلوا معك على أساس أن يطلبوا الفرقة؟ يتواصلوا معنا، نحن نتواصلوا مع الفرقة وفي أرقام دايرين للفرقة وما فيش أي مشكلة يعني. حلو، باهي فرقة نغم، يعني أنت بحضرتك يعني الفنان وائل بدري، شنو تقدم لأصحاب الفرقة اللي معك؟ شنو الشيء الجديد اللي ممكن يعني نحن عارفين الفرق ممكن هم اوكي كيف ما انت قلت يشاركوا برا يديروا حفلات برا يعني، بس انت كمؤسس فرقة نغم شنو الجديد اللي ممكن انت تقدمه ك يعني مؤسس فرقة جديدة؟ شوفي اغلب الفرق اللي تكونت كانت يعني فيها نقص شديد، يعني يا اما العازفين مش اكاديميين يا اما المقربين مش متمكنين، يعني حتى لما يكون في مشاركات خارجيه طبعا بحكم مشاركتي في المشاركات الخارجيه في المهرجانات عندي علاقات يعني خارج ليبيا، فدائما كان النقد يعني يا اما في الموسيقيين يا اما في المطربين، يعني في يعني مش متخصصين يعني مش متمكنين يعني ما فيش بروبات ما فيش يعني شغل جدي. الفرقه هذه طبعا تاسست في شهر 12 يعني، وش نقول لك يعني بروبات يوميا كل يوم كل يوم يعني فهمتي، ممارسه واستمراريه، هي الاستمراريه اصلا هي اللي تخلي الفرقه تكون قويه يعني. ونحن قاعدين نشتغلوا على الكلام، طبعا المجهودات كلها ذاتيه طبعا، هي تم اعتماد الفرقه هذه في الثقافه هيئة الإعلام والثقافة، ولكن كل المجهودات ذاتية يعني ما فيش لحد الآن أي دعم من أي جهة، يعني كلها مجهود شخصي وقاعدين نشتغل يعني من أبدأ من أبسط شيء للفرقة للحجوزات لكل شيء كله مجهود شخصي يعني. تمام يعني إن شاء الله الاستمرارية نحن مستمرين بإذن الله يعني ما عندناش مشكلة، يعني إحنا بدينا من لا شيء وإن شاء الله نكمل، والاستمرارية هي هذه اللي يخلي شنو الفرقة هذه تنجح أكثر. حلو تمام، هي حتكون الفرقة مثلا حتقدم على المسارح فقط ولا ممكن أنتم في يوم يعني حتطلعوا أغنية خاصة بالفرقة؟ لا أنا في أغاني طبعا خاصة بالفرقة، أغاني جديدة طبعا قاعدين نشتغلوا عليهم، دايرين خطه نحن طبعا يعني نحن مش طالعين فرقه بنغنوا اعمال اوكي وخلاص يعني مع اعمال غيرنا واعمال حنغنوا اعمال غيرنا وحنغنوا اعمال جديده طبعا قاعدين يبوظوا عليها الفرقه وشغل جديد ومقطوعات يعني المقطوعات الشرقيه الصعبه الثقيله هذه طبعا اغلبهم ما يسوش لنا يعني الفرقه قاعده تتعلم في حاجات وتتعلم تربط في مقطوعات وتربط في اغاني يعني عربيه وشغل كبير يعني، وكان في الحفل الحمد لله يعني كانوا موفقين جدا جدا يعني. نحن ممكن نشوف اغنيه لفرقه نغم قريب؟ اغاني بدنا تشوفي اغاني ان شاء الله. ما شاء الله، بهي انا حسب ما شفت في غير الالات الشرقيه في غربيه، فحلو التناغم هذا يعني ممكن انتم تقدموا يعني مش الاغاني الشعبيه المعروف عليها. لا 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 نشتغلوا نحن حتى في الحفل انا غنيت اغنيه على الإدارة، اغنيه عربيه اغنيه مصريه يعني شرقيه يعني نغنوا في العربي، حتى المقطوعات الموسيقيه عزفوا ام كلثوم يعني عزفوا كم اغنيه، ف يعني خاطي قلت لك فرقه هذه متنوعه يعني فيديو غير فيديو حتى في اغاني خليجيه يعني الفتره الاخيره ان شاء الله حنبوروا عليه يعني فرقه شامله يعني بدنا، وخصصنا طبعا الالات الغربيه طبعا استاذ يحيى المغربي غني على التعريف يعني عازف في الجيتار يعني، وان شاء الله في برامج اخرى الفتره الجايه وقاعدين نشتغل يعني الفرقه ان شاء الله يعني متنوعه يعني. جميل جدا، نشكرك على سيرة يحيى المغربي، هو اليوم في فقرة خاصة في من غير ما تفكر حيكون موجود معنا مباشرة فلازم تحضر اليوم. شكرا لك فنان وائل البدري، وأكيد موفقين في شغلكم الجديد ونتمنى الدعم لهذه الفرقة، تحياتنا إلى اللقاء. يعني أكثر نقطة دائما نحب ركز عليها لأن شغلهم واضح، وأي شيء يقوموا به الشباب حاليا في مجال الفن والثقافة فأثق وتأكد أنه هو بدون دعم، لأن الدولة مش قادرة أو مش قادرة ما تبيش على حسب ما حسينا خلال برنامج العشية أنهم يدفعوا فلوس للثقافة والفن والموسيقى والأدب.
الفلوس تمشي لحاجات هي مبدئيا ما تكونش في مبادره الا لما مثلا يشوفوا في مشروع انه هو نجاح ممكن في مشروع تم دعمه نجاح يعني ممكن اسمي لي مشروع في واحد بعض في بعض اللي تكون هو لا ما تكلمش مثلا على مثلا انتاج مسلسل وبعدين يطلع لوجو مثلا أيوه. هيئه السينما والمسرح الشعبي يعني نتكلم عن فرقه حاليا موسيقية فرقة نغم ليبيا كلها بمجهود ذاتي لا هي كفرق أكيد خاصة يعني. ليش ما نشوفوش مثلا مبادرة من المجلس المحلي مبادرة مثلا من قناة محلية نتكلم تتبع إلى الدولة مؤسسة محلية تقول أني حندعم هذه الفرقة مثلا عقد 5 سنوات ولما توقف على رجليها الفرقة خلاص معي أوقف الدعم وانتهى الموضوع وحتستفيد منها المؤسسات الليبية احنا عندنا محافل في السنة لا يقل محافل يعني محلية ووطنية لا يقل عن 5-6 محافل يعني في قدروا يستعينوا بهذه الفرقة في المحافل هذه لكن ممكن ما فيش تخطيط لمدى بعيد للموسيقى وللفن والتراث والثقافة الليبية يبوها تندثر بكل بساطة يعني. نحن لو بنحكوا على المشكلة صح نحن ممكن نحكوا على الإنتاج لو في فعلا يعني شركة تكون إنتاج موسيقي هذين اللي ممكن يدعم أكثر ما هنقول لك حاجة شركات الإنتاج الخاصة تبي مقابل اليوم الفن ما يجيبش فلوس في ليبيا فنعذروا فيهم أحيانا رجال الأعمال لكن نتكلم على مؤسسات الدولة اللي تصرف لها ميزانية وهي تخصصها الفن والثقافة لا قصدي أنا ممكن أن هي تدير يعني شركة ما تعتبرش خاصة بس ممكن تحصل مردود يعني تدير حفلات أكيد يكون في حفلات لها المشكلة اللي يشتكوا منها أغلب الفنانين الليبيين أن أغلب الحفلات تكون مجانا أو بعائد بسيط جدا يكون يعني دائما الحفلات اللي يقوم في ليبيا بس بشكل هذا عام. أمر منطقي لما تكون مثلا مدعومة من الدولة الدولة لما تدير حفلة منطقية مجان للمواطن المواطن كيف بيجي بيدفع فلوس للدولة ما يحكيش على حفلات الدولة حتى حفلات بعض المؤسسات حفلات كل أو أغلب الحفلات الموجودة في ليبيا بشكل عام ما هنش الحفلات الربحية بشكل كبير جدا بحيث فهذا على شركات الإنتاج الخاصة مش حتحط فلوس مش حتشجع أصلا أن هي تحط فلوس فمن الوضعية هذه نحن نطلب من الدولة أن هي تدعم الفرق وتدعم المواهب بحيث أن هي بس توقف على رجليها كما أنت قلت وبعدين تستمر مظبوط الموضوع طبعا يعني هذا اللي جذب انتباهي يعني من الكلام استاذ وائل البدري لما قال هذه الفرقه اللي شفناها قاعدين يشتغلوا شوفي كم شاب فيها وراء الكواليس ناس تشتغل قاعده على المكسر وعلى الصوت وعلى الاضاءه وعلى كذا في اداريين يشتغلوا خاصين بهذه الفرقه وبعدين قال لك كلها بمجهود ذاتي كيف يعني فهمتي هذا الشيء اللي مرات تقول يعني تستغرب منه انت مش عارف ان لما تقعد لايف هذه من اصعب من يعني شو نقول لك هذه من اصعب الحاجات في العالم لازم منا مهندس الصوت يعني انت تخيل ان المغني يقعد ماسك المايك ويصير النويز متاع المايك في شغل كبير هذه حاجه وطبعا العازفين قبل معلومتك العازفين يعني ممكن هو قدام النوتة طبعا متخصصين يقروا في النوتة او حتى اللي على هواية فمرات هو قاعد يعزف في المعزوفة ينسى ما يعرفش يلخبط فاللايف صعب يعني ان تكون في فرقة اللي ما نعرفوش جميعا ان منى عازفة تشيلو وتعتبر حتى وقت تحكي لما قالت نوتة حاطة انت وهي تحكي فهي حاسة بشكل كبير جدا بالفرق ووضعية الفرق وحتى حاسة باللايف عشان انت حكيتي على هذه النقطة يعني عازفة مبدئية يعني خلاص لو في فرقة نغمية محتاجين بنت تعزف على تشيلو موجودة هو أستاذي على فكرة أستاذي قاعد في الفيديو فكنت فرحانة بجد لما شفته أستاذ بكر الجامعي منى موضوع جدا حلو ولازم تجينا بتشيلو المرة الجاية We'll be right back.